الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم التفريق بين الأولاد في العطية إذا كان أحدهم عنده شيء من المعاصي؟ الحمد لله رب العالمين، إذا كان الوالد سوف يعطي عطية أو هبة أو هدية لأحد أولاده، فالواجب عليه أن يسوي بين أولاده في الهبة والعطاء، ولا يجوز له أن يفرق بينهم، فما يعطيه لولد واحد يجب عليه أن يعطيه لبقية الأولاد، فالتفضيل بينهم محرم شرعا ومجانب للعدل المأمور به في شريعة الإسلام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد، بالعدل بين الأولاد. ففي الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: نحلني أبي غلاما ولم ينحل إخوتي مثله، قال: فقالت له أمي: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فارجعه، وفي رواية: فإني لا أشهد على جور أشهد على ذلك غيري، وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا يجوز للأب أن يفضل بين أولاده في مثل ذلك، لأنه سيكون بهذا التفضيل من جملة الظلمة، والظلم محرم كله، والعدل واجب كله في كل شيء. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا من العدل في الأهلين، هذا من العدل في الأهلين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى وصية حاف في وصيته، أي ظلم في وصيته أو عطيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة بعد ذلك: واقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها الآية. وفي الحديث كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن، أي لا تفعل هذه الفعلة، فإن التفريق بين الأولاد يوجب بغضهم لك وعقوقهم لك، ويوجب توريث الضغينة والحقد والحسد فيما بينهم، ويورث التفريق والنزاع وكثرة الخصومة فيما بين الأولاد. فإذا أراد الأب في حياته أن يوزع شيئا من ماله على أولاده توزيع عطية وهبة، فالواجب عليه أن يعدل بين أولاده في هذه العطية، والله أعلم.